عشان اهلك اللي اتفرجوا عليك وتعبوا. عشان في ناس كتير مستنيين وجعتك وعايزينك ممرمط في الطين. انت فكرك ان في حد هيحبك وانت فاشل؟ ولا هيبقى ليك اي لازمه، ولا في اي حد يعملك اي اعتبار اصلا. الزمن ده هتتسلم تتفرم او عايز غلبان. ما تحطش علامه استفهام في موضوع ربنا حط لك فيه نقطه. نعم، وبالرغم من كل شيء انا على قدر المسؤوليه. شوف نفسك دايما كبير، هو شايف نفسه حلو انت شايف نفسك الماس، هو شايف نفسه جامد انت شايف نفسك البابا، هو بيمشي مليون واحد فوق انت فوق المليون واحد، هو اصلا مش شايف ولا يعرف. انت عارف بقى يا معلم حالتك ديت عايز ايه؟ عايزاه تقرب من ربنا. ركز على هناك قاعد يا ولد، بعد بسرعه واللي قبلك دوس. خف بقى يا جدعان يا نجم وركز في مستقبلك، انت اليومين دول ولا في اي حد هيحس بيك ولا اي حد هيحس بمعاناتك غيرك انت بس. اللي هيطلب الاخره هتديله الدنيا من غير ما يطلبها وتديله متظبطه، اما اللي هيطلب الدنيا خليك فيها. نستبشر خير. اي ازمه نفسيه ومشكله في الحياه انك تقعد مع نفسك تقول ما عندي حل، انا لازم انجح.